أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة مات جنينها داخل بطنها وهو في الشهر الرابع، فما الأحكام المترتبة على ذلك من حيث دفن الجنين والصلاة عليه وطهارة المرأة وصلاتها؟ إذا تم الجنين 4 أشهر في بطن أمه فإنه تكون قد نفخت فيه الروح، فإذا سقط بعد 4 أشهر فإنه يعامل معاملة الجنائز، يغسل ويكفن ويصلى عليه معاملة الجنائز لأنه نفخت فيه الروح. نعم.